للمال أو فاتحة للاعتمادات. شنو دي الاعتمادات؟ شنو دي الاعتمادات؟ الاعتمادات أنا أقول لك، أنا جيت، أنت جيت تشتري أجهزة طبية ب 20 مليون دولار. أنا كبصرف، أنت زبون عندي، تفتح اعتماد. أفتح لك اعتماد للبنك، للبلد الذي بتستورد منه ايش؟ الأدوات الطبية. مثلا أنت بتجيبها من الصين. بقول الأخ مدير بنك الصين شين فين، تمام؟ اسمه شين 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 شين، ها؟ تمام، كله شين شين، ها؟ نضمن المستثمر فلان بمبلغ 20 مليون دولار لشركة كذا باستيراد أدوات كذا وهذه المواصفات. أروح أعمل له إيه؟ مواصفات. يروح البنك الصيني ماسك هذه التمبيالة وقبل المنتج الصيني وقال له جهز هذه بنفس المواصفات. أول ما تجهزها تشعر أنها جاهزة، تشحنها للميناء، يروح شاعر البنك اللي باليمن أنه تم شحنها. يروح البنك اليمني يقول لك يا هات البياس، ولا مهلش احيانا يكون مهلش البياس عند التاجر، يروح مقدم البنك بفوائد. هذا اسمه فتح الاعتماد. فتح الاعتماد يعني افتح اعتماد لك كانك غلطته، بس افتح اعتماد للتاجر لجهه اخرى لبنك اخر. يروح البنك الصيني ضامن البنك اليمني عند المستثمر، البنك اليمني يستعد للدفع للبنك الصيني، وبعدين ياخذ اول ما يبدا يسلم لك البضاعة حسب الاتفاق بينك وبين البنك اليمني، إما على أقساط أو تدفع النص أو محدودة خلال فترة زمنية، خلال فترة زمنية محددة. هذا اسمه فتح اعتمادات أو أي خدمات مصرفية أخرى. ويترتب على ذلك تكاليف ومنافع. تكاليف ومنافع، في تكاليف عليك أنت وبرضه تستمتع، تكاليف ومنافع. وعليه وجب التعرف على سياسات البنك وأسعار المدخلات والمخرجات وهيكلة الأجور واستراتيجية الحوافز، وكذلك عمل المصارف التجارية والإسلامية والفرق بينهما، ومن ثم بناء القرارات المختلفة على ضوء وبصيرة. يعني حنتعرف على أنواع المصارف وعلى السياسات المصرفية ونفرق بين المصارف التجارية والمصارف الإسلامية. الخدمة المصرفية، أولاً أنا تعرفت الآن المصارف، أنا عرفت من المصارف، الآن الخدمة المصرفية. شنو الخدمة المصرفية؟ أنا بتعرف على الخدمة بصفة عامة. ما هي الخدمة بصفة عامة؟ ما هي الخدمة بصفة عامة؟ مش قلت الخدمة بصفة عامة، سواء خدمة سياحية أو خدمة عرفتها بأول محاضرة. تعرف الخدمة لما عرفت المنظمة، عرفت الخدمة. ما هي الخدمة دكتور؟ أنا داير إنك ذكي فاهم، بس بتقرأ. أين الدكتور أحمد أبو سعيد؟ يقرأ أحمد أبو سعيد، يقرأ يقرأ. الخدمة هي العمل اللي تقدمه. الخدمة خلاص خلي راحت عليك، فاهم القضاء. ها. تحية لها. كذا بدقة بدقة يعني. أعيد تعريف الدكتور فتحي. الخدمة عبارة، هو قد يكون قد يحفظها مني. الخدمة عبارة عن نشاط إنساني يقدمه طرف إلى طرف غير غير منفوسة، منفعة غير منفوسة طيب هذا الحاجة، سواء كان ربحية أو غير ربحية. شوف افتقدناك وفي الليل ما يفتقدون البدن. كان في تعريف سئلنا، قلت لك يا هذا الدكتور احمد كم بالقال؟ قلت لك يا هذا الدكتور احمد كم بالقال؟ فتحي مشغول ما ادري ايش كيف ما يفرش. والله انا حاجه انتظر من سمعتك عدل المصلحه. خلاص هي موجوده خلاص. اعتمد خلاص. يلا والله انا حاجه. داري انتم دكاتره مشغولين بعمل. مش مشغولين والله. لا غريتهم بتخافوش تقريبا. يعني مش زي الاخرين. بس احمد يوم ذاك كنا مع بعض نتذكره من زمان. ايوه بس بشرط. ايوه كنت موجود معنا. لا ما عاد تدخلش في الماضي. لا لا ها؟ خلاص خلاص. عاد تكلم في ذاك ولا قلت له؟ لا خلاص طيب تعريف الخدمه عباره عن مجموعه من العمليات، تعريفه
الشبه المصرفيه، هذه تعريف الخدمه بس في عامة. طيب اذا هي عباره عن مجموعه من العمليات، ايش معنى عمليه دكتور فتحي؟ عمليه اجراءات ممتاز، مجموعه من الاجراءات. اي عمليه هي مجموعه يا؟ احنا ما جينا لحتى نعلمكم، نذكركم بما تعلمتموه فقط، يعني مضى عليكم فتره كذا ما خلاص ما درستم، الان احنا نذكركم. اوكي يا دكتور فتحي؟ إذا عبارة عن مجموعة من العمليات، بين قوسين العمليات هي عبارة عن إيش؟ مجموعة من الإجراءات، والإجراءات مجموعة من شنو؟ من الخطوات، ممتاز جدا. إذا مجموعة من العمليات ذات، أنا أقدر أستبدل كلمة منفعة بلفظ آخر. أقول ذات إيه؟ من يقول لي؟ يا سلام يا بنت انتبه، أنت خلاص راح تدمريهم يعني، حتدمريهم صح؟ ذات قيمة. ممكن استبدل كلمة منفعة بإيه؟ لأنه سبق وأنا قلت لكم إما أن تكون منفعة أو تكون إيه؟ قيمة. سلعة وخدمة. ما له من إيه؟ لا هذه حالة. إيش سلعة وخدمة؟ المنتج، أنا صنفت المنتج هذيك الأيام في المحاضرة الأولى والثانية، المنتج قلنا عبارة عن إما جودز سلعة أو سيرفيس خدمة أو أيديا فكرة أو انفورميشن أو بيرسونال أو يعني كلمة منتج ما لوش دخل بالكلام اللي تقوله الآن. أنا قلت لك القيمة ممكن أقول ذات قيمة، معناته إيش يا بنتي اسمي؟ ها؟ عدالة. فمن عدالة؟ حل العدالة والله. حل يعني إذا ممكن أعبر عن أقول ذات قيمة أو أقول إيش؟ منفعة. القيمة تعني شنو؟ منفعة. والمنفعة هذه الخدمات تكون ملموسة ولا غير ملموسة؟ في الغالب تكون غير ملموسة. وبالتالي أنا أشتيكم وتقرأ السطر الواحد أو الجملة الواحدة تعرف ما هي الألفاظ داخلها، مش تحفظها كذا. قلت الخدمة المصرفية تعريفي عبارة عن مجموعة، يعني جروب متعدد المفردات. الجروب يعني مجموعة من المفردات، عبارة عن مجموعة. مجموعة من إيه؟ من العمليات، والعمليات شنو؟ مجموعة من الإجراءات، والإجراءات شنو؟ مجموعة من الخطوات. ذات منفعة، ممكن أقول ذات قيمة. يجوز لي أقول ذات إيه؟ قيمة. الكلام ماشي الحال، يعني بتحصلها بكتاب آخر يقول ذات قيمة. ذات منفعة ملموسة وغير ملموسة، يعني ممكن تكون منفعة ملموسة وتكون منفعة غير ملموسة. يدركها. تتذكر يا دكتور فتحي تقدير لما قلت الإدراك هناك معادلة كتبت على السبورة، معادلة بين الإدراك والتوقع، من يقول عليها؟ لا يا عدالة، إذا قلتيها معناته حتنطلق صفارة الإنذار عليها. ها؟ توقع عالي؟ لا، في علاقة ما بين في معادلة. في معادلة. أنا والله العظيم إلا عشان أذكركم بس. عشان أذكركم بحاجات كده خايفة عليكم. طيب القلم فين؟ في علاقة ما بين الإدراك والتوقع، علاقة ما بين الإدراك والتوقع. هذه ذكرت لي قلم وغير ملموسة يدركها العملاء. كلمة يدركها شنو يعني؟ شنو اللي يدركها؟ ها؟ في عندي هنا التوقع، اللي هو التوقع، في عندي هنا الإدراك. اللي هو يدركها. مش انا قلت يدركها؟ لا، كلمة يدركها. تمام، ويتكون كذا. إذا كان التوقع يساوي الإدراك. رجاء. أبوهم كمان ايش جاب الامتحان؟ ما هلش من الزمان. موجود في المحاضرات. الامتحان ما هوش من الزمان. الامتحان محاضرة وملزمة بين أمن واحد. واحد تقول له مين فين جابها؟ وبعد تقص تدكيك، ساعة اللي بده كاك رازم. فوق الورقة كان يقول هنا كان يقول هنا ما أقول له ثبته في الورقة واكتب فهم لكم عشان ما يجيلكش رازم من الامتحان. في عندي التوقع يساوي الإدراك يتكون الرضا. وإذا كانت طيب التوقع إيش هو؟ التوقع إيش هو؟ الإدراك أنا عرفته بأنه يعني يدرك المشتري المنافع بعد شرائه للسلع، يدرك الوظائف، يعني اشتريت جهاز سماعة قياس الضغط،
كنت اتوقع قبل اتنبأ بانه هذا الجهاز حيعمل معي فتره 5 سنوات حيكون دقيق وما فيهوش مشاكل، اما جهاز زي بقي او جهاز يعني الكتروني، يعني كان عندي توقع. لما بدأت استخدم هذا